أنا عايزك يا باشمهندس تعمل لي انتيريور ديزاين خرافي لأوضة النوم بتاعتي، بحيث إنها تكون على الطراز المكسيكي وداخل فيها شوية اللون الأحمر مع اللون الأخضر مع اللون الأصفر. طب وعايزها لأوضة إيه حضرتك؟ أنا عايزها لأوضة النوم بتاعتي، التصميم يكون زي ما قلت لك مكسيكي كده، حاجة جامدة الشيخ. ماشي أوكي معاك. رحت داخل على بلندر وكاتب له انتيريور ديزاين خرافي لأوضة النوم بتاعتي، بحيث انها تكون على الطراز المكسيكي وداخل فيها شوية اللون الأحمر مع اللون الأخضر مع اللون الأصفر. يا سلام، زي ما انتوا عارفين انا قلبي على الجلابة، فعشان كده هنبدأ بالصفحة ديت. هتقولي ايه الصفحة دي يا معلم؟ هقولك ان دي تعتبر المكافئ الى حد ما للي هنشوفه على بلندر بعد شوية، لكن هي تعتبر الصفحة ديت كافية الى حد ما انك انت تقدر تعمل الصور بنفس الطريقة اللي احنا شفناها. على سبيل المثال افرض انت عندك عميل غيتت شويتين ثلاثة، فانت عايز تخلي حاجة تعجبه بالعافية زي الراجل ده مثلا، فانت عايز تخلي الانتيريور يبقى بنفس وشه ولا حاجة، يعني تجيب صورة العميل كده وتقول له مثلا ايه interior design for a living room مثلا، حاجة بسيطة جدا، وبعدين تقول له diffuse the rest، فهتلاقي طلع لك مجموعة صور بناء على الصورة اللي انت اديتها له. على فكرة بتطلع شكلها ظريف جدا وقريب من الصورة بشكل كبير، لكن هي عيب الحكاية ديت او عيب انك انت تشتغل بالموقع ده او الصفحة دي، ان انت ما عندكش تحكم جامد زي اللي هنشوفه دلوقتي مع بلندر. بلندر طبعا عودنا على المفاجآت، لكن المفاجأة دي جاية من بره، فهي تعتبر أدون أو إضافة كبيرة شويتين تلاتة أربعة خمسة، يعني أنت مش هتتوقع المساحة. المساحة فعلا مريبة جدا، لكن هي علشان تشتغل بيها أوف لاين، يعني أنت مش بتضطر حتى إنك أنت تبقى محكوم بعدد معين من الصور، بس طبعا من الشروط المجحفة إنك أنت لازم يكون معاك كارت شاشة كويس. فهتقولي كارت الشاشة ده يعني مثلا نبدأ منين؟ هقول لك من 2060 وانت طالع. وعلى فكرة انا حسيت ان الفروقات ما بين الكروت مش جامد من حيث السرعة، يعني انت لو بدأت حتى ب 2060 ممكن ياخد له بتاع دقيقتين تلاتة، ال 3090 مثلا ياخد له دقيقة الا شوية حاجة كده، ال 3070 بياخد نفس الوقت تقريبا بتاع ال 3090 او ازيد حاجة بسيطة، فالفروقات ما بينهم مش قوية قوي. فتعالوا كده نشوف شكل الادون. هو يعتبر موجود في ريندرينج او اي حاجه ليها علاقه بالصور، يعني تكست، يعتبر ايمج فيور عادي. فهتروح على سيب، سيبك من عمرو دياب اللي اللي في حمام سباحه، مش عارف عمرو دياب ليه واكل دماغي مع اني ما بسمعوش حتى، بس هي الفكره انه بجرب. هو مش شبه عمرو دياب قوي، بس تحس انه هو يعني بيحاول انه يكون عمرو دياب، فده في حد ذاته حاجة قوية جدا انك انت تقدر تكتب تكست لشخص وممكن تلاقي شكله. او اعتقد الحاجات الاجنبية بيكون او الشخصيات الاجنبية بيكون احسن شوية من الشخصيات العربية. المهم هنروح على edit preferences install وتروح لمكان الادون بتاعك كالعادة، يعني هتلاقي اسمه في الوقت الحالي sib stable diffusion 0.52. اوكي بس هتدوس عليه دبل كليك وهتلاقيه نزل عندك في الريندرينج. ففي الريندرينج هتلاقي سي اي بي. علشان تسطب الادون ده الموضوع بيحتاج شوية وقت ونت حلو وباقة حلوة ومساحة حلوة، يعني انت محتاج 25 جيجا. الرقم ده حقيقي للأسف، وساعات ما بتحتاجش ده كله، بس هي غالبا انت محتاج مساحة حلوة في الهارد ديسك، ويفضل يكون اس اس دي ما يكونش هارد ديسك عادي. فبالتالي هتروح على فيم في اوبشنز واي اي موديل. انا بفضل انك تنزل المودلز الاول من صفحه الجام رود، هتلاقي جام رود منزل لك الستيبل ديفيوجن 1.4 وكل اللي انت محتاجه علشان الادون يشتغل، فهتنزلهم وبعدين تخش على الامبورت. فعلشان تبدا تعمل امبورت 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 دي، انا بفضل انك تشيل كل الاي اي في المسار ده، اللي هو مثلا على سبيل المثال سي اي اي مودلز، يعني ده تحطه كده في كل حاجه تمام، اللي هو الانفايرمنتس وال
مودلز وكل اللي هننزله دلوقتي. فانا كده دخلت الثلاث موديلات، هتلاحظ ان الزراير ديت هتكون حمراء، مش هتكون باللون اللي احنا شايفينه حاليا. ديت لو دوست عليها مش هيجرى حاجه، وهو ده المطلوب اصلا، ان هو الزراير الحمراء دي ما ينفعش تدوس عليها دلوقتي، خاصه ان انت لازم هتنزل داونلود جيت الاول. يعني انت امشي بالترتيب، انت هتلاقي نفسك ماشي بالترتيب لوحدك من غير حتى ما تشوف الفيديو الرسمي بتاع الادون زي ما انتم شايفينه هنا. وبعدين بعد ما تنزله هتروح على تشيك جيت علشان تشوف اذا كان اتسطب ولا لا، هتلاقي الفيرجن بتاعته. بعدين هتعمل انستول فينف، بعد كده كرييت اس دي فينف، بعد كده انستول اس دي اون فينف، بعد كده انستول بيل، بعد كده كرييت ميداس، بعد كده انستول باكس تو 2 دي تو 3 دي. هتحس ان الموضوع مكعبل شوية بس يستاهل الصراحة. تعالوا بقى نشوف الموضوع هيمشي ازاي. بتكتب اي حاجة والحاجة دي بتطلع، يعني مثلا نقول له سأقط على صيد قشطة، رام برومت طلع فعلا قطة واقفة فوق حاجة شبه الهيبو او اللي هو فرس النهر. طب ايه رأيكم مثلا لو انا النتيجة دي ما عجبتنيش قوي؟ ودوت لأسباب كتير، منها انك انت ما لعبتش خالص في الاعدادات. هنا عندك اللي هو number of images وفي image quality، هما دول اكتر حاجتين بتركز عليهم. number of images واضح من اسمها، يعني يقدر يعمل اكتر من صورة في الضربة الواحدة بدل ما تقعد تعمل generation تاني. وسيد هي كود، ممكن نسميها كود الصورة اللي انت طلعتها، يعني مثلا الصورة دي الكود بتاعها 775 مش عارف ايه الرقم الفظيع ده. فمعنى كده ان انا لو مسكت الرقم ده وحطيته في اي كمبيوتر تاني المفروض يطلع لي نفس النتيجة لو نفس الموديل. يعني لو انت شغال بتشيك بوينت في 14 زي حالاتي كده هيطلع معاك الشكل ده. وفي عندك الايمج كواليتي، هي مش كواليتي قوي بس هي بتدي ستيبس اكتر، يعني بتدي للكمبيوتر فرصه يدور، عامل زي اللي انت بتدي له وقت يدور. فانت مثلا لو قلت لك دور لي على شراب، فانت الشراب دوت تقول ايه؟ والله انا هدور على فردتين. فلقيت الفردتين، هل الوقت الزياده هينفعك في شيء؟ ممكن ما ينفعكش. هي نفس الحكايه بالظبط، هو الكمبيوتر او كارت الشاشه في الحاله دي، هو كده كده في جي بي يو برضو، هيدور لغايه ما يلاقي الحاجات اللي انت كاتبها هنا اهو. فانت كل ما بتدي له وقت كل ما بيبقى اقرب للبرومت او الكتابه اللي انت كتبتها، فده مش معناه انه هيديك جوده احسن. طب تعالوا نزود عدد الاقتراحات، يعني مثلا نخلي عدد الاقتراحات بتاعتنا بدل ما هو واحد زي ما احنا عاملين دلوقتي، هنخليها بالايمج كواليتي اعلى ونزود شويه العدد ونقول ران راندوم. طب لو انا دوست ران راندوم ايه اللي بيحصل؟ الران راندوم دوت بيلعب في السيد، بيخلي السيد بتاعتك عشوائيه عشان يطلع لك نتيجه مختلفه تماما، وممكن يطلع لك كرتون وممكن يطلع لك بينتينج براحته، يعني هو على حسب الايه السيد، عشوائي لدرجه ان انت ما ينفعش تحط له سيد وتبقى عارف ايه اللي هيحصل. فران راندوم وربنا يستر. ايه ده؟ وات ذا؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ يعني لا حد فاهم. فزي ما انتم شايفين يعني بيبقى في صور الى حد ما قريبه شويه زي دي، وفي صور يعني مسخره السنين اللي هو حاطط وش قط على جسم فرس النهر، موضوع مريب فحت. المهم فدي أول خاصية. نيجي بقى للخاصية التانية. الخاصية التانية دي بقى لذيذة جدا اللي هي image. فأنا الصراحة حبيت إن أنا أعمل مثلا interior لأوضة نوم مثلا، أو حتى ممكن مبنى، يعني أنت مش شرط يكون حاجة محددة. فهو ال image ديت هياخد من التفاصيل اللي احنا هنرسمها دلوقتي، ومش شرط تكون أصلا فاهم أي حاجة في السكتشات. فتعالوا كده نكتب حاجة interior design for a bedroom by حسن فتحي style. تمام، فهي الفكرة ان احنا هنعمل اوضة نوم على تراث حسن فتحي، حاجة عجيبة صح؟ فانت حتى لو حطيت اي بص تلطيخ كده، طبعا عشان تعمل صورة جديدة في بلندر بتعمل نيو كده وتحط الابعاد بتاعتك، يفضل تكون شبه الابعاد دي، وتختار اللون الخلفية، وده اللي انا عملته بالظبط.
وبعدين تبدأ إيه تحاول تتخيل. يعني أنا مثلا عايز الشباك يكون هنا مثلا، فتقول لي هيعرف منين إن ده شباك؟ اتقل عليا وأنت هتشوف الموضوع مبهر جدا. ممكن نخلي الأرضية حاجة بني شوية بحيث إنها تكون خشبية أو حاجة شبه كده، ومثلا السرير بتاعنا يكون ممكن لونه قريب من الأورنج شوية هنا هو كده، بحيث إنه يحس إن ده سرير. طبعا أنا حاطط برومت لكن هو مش فاهم إيه اللي هيحصل دلوقتي، وهيحاول بقدر الإمكان يستقي من الصورة دي اللي هيعمله بالبرومت دوت، وهيظبط الألوان وكل حاجة. يعني أنت مش متخيل هو جامد إزاي. فيعني التلطيخات ديت إلى حد ما بتديله فرص إنه يعمل حاجات أكتر. فكده مثلا. أوكي، تعالوا نشوف هيعمل إيه في الحالة ديت، وهديه 5 مقترحات بجودة 20، ويلا بينا يا مرعي. والله النتيجة مش وحشة خالص، دي تعتبر يعني طالع من السكتش الكحيان ده، بس هو اللون ده غريب انه طلع كده. زي ما قلت لكم هو بيظبط كمان الالوان، يعني ما بيسيبش الدنيا بايظة. هو اي نعم حاول هنا بقدر الامكان ياخد الازرق اللي انا كنت حاطه، بس حاطه بطريقة غريبة. تعالوا نشوف المقترحات التانية. والله ده يعني تحس ان السرير اقرب شوية من السكتش الكحيان اللي انا كنت راسمه. مش قد كده، ده بايظ خالص، ده برضو غريب. يعني مش عارف التدريجة دي، بس هو فعلا واخد من الأزرق لكن السرير ضاع خالص. فأنا شايف إن دي أحسن صورة فيهم. لو فتحنا صورة مثلا لحاجة زي زخارف، أو يعني الأورنمنتس اللي هي زي ديت، أو حتى بيك فينو ده أي صورة، مش لازم تكون الـ AI image اللي أنت عملتها. يعني لو أنت دوست 3D from 2D كده اهو، وهتلاقي 3D موجود فعلا. او بص ورا الديفولت كيوب، نشيل الديفولت كيوب، هتلاقي 3D على فكرة مش وحش خالص للزخارف اللي احنا حطيناها من غير ما تشتغل بقى موديلنج ولا اي حاجة. حاجة جامدة جدا. هتقولي بس ده بارز قوي، يعني احنا محتاجين نقلله شوية. طبعا انت عندك طريقتين، يا اما بالسكيل يا اما بالايه بالسترينجث اللي هي بتاعت الايه الديسبليسمنت. ودوت فيه ميزه بقى خارقه كمان، ان انت بتاخد ديبس ماب، يعني انت ممكن تستخدمها كبروش او اي بطيخ تاني. يعني انت ممكن تحطها حتى كديسبليسمنت ماب في حته تانية، فده طبعا خطير. هو مش دقيق قوي، بس انا شايف ان هو برضو يعني ليه مستقبل جامد. يعني فلو انت عملت ميرور ببساطه شديده وبايسكت، هيديك شكل مضمق اكتر. نعمل ابلاي للكلام ده، بعدين نخش على الايديت مود، نحاول ناخد اللينكد فيسز قدر الامكان، نزود كده بالراحه خالص لغايه ما ايه نوصل لمنطقه تحس ان هو الشكل بتاعنا اتقص بما يكفي، او يعني بالمنظر ده كده. حتى ممكن ناخد الاطراف معانا، يبقى كده ايه زي الفل. هتقولي بس ده هيطلع مربعات كده شكلها مش لطيف. طبعا في بلندر اتعودنا ان في حلول لاي حاجه، فنخش على سكولتينج وانت مختار الحاجه كده في اديت مود. بعد كده هتروح على فيسيتس، فيسيتس فروم اديت مود سيلكشن، هروح اعمل لك فيسيتس. تقول لي بس البيكسلز لسه باينه او المربعات بتاعتنا. ببساطه شديده تخش على مش فلتر، بعد كده تخش على ريلاكس فيسيتس، تديها كده وزي الفل. بارك الله في مرزق، الف بركه. تخش بقى على اللاي اوت تاني، وتخش على الايديت مود وديليت ليه الفيسز الزياده، بس بقى معاك موديل اهو. حاجه جامده جدا. فبس وده كده يعتبر الادون الخطير دوت. طبعا لو في اي اسئله او اي نقاشات بتبقى على الديسكورد، او تبعت لي على الايميل لو انت عايز تتواصل بشكل مباشر. وان شاء الله نقابلكم في حلقه بعيدا عن بطة ورأس كلب دي.